من مزامير معلمنا داود النبي بركاته على جميعنا خلاصي ومجدي بلا إله معونتي رجائي هو بالله لأنه إلهي ومخلصي ناصري فلا تزعزع أبدا لي إلويا ليترافى الله علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع إنجيل المقدس فصل من إنجيل معلمنا يوحنا البشير بركاته على جميعنا فصاح يسوع وقال الذي يؤمن بي فليس بي يؤمن بل آمن بالذي أرسلني من يراني فقد رأى الذي أرسلني أنا جئت نورا للعالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة وإن كان أحد يسمع كلامي ولا يحفظه فأنا لا أدينه لأني لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم من ينكرني ولا يقبل كلامي فله من يدينه الكلام الذي تكلمت به هو الذي يدينه في اليوم الأخير لأني لم أتكلم من ذاتي وحدي بل الآب الذي أرسلني هو الذي أعطاني الوصية ماذا أقول وبماذا أتكلم وأعلم أن وصيته هي حياتنا أبدية والذي أتكلم أنا به فكما قال لي أبي هكذا أتكلم Reyes Shere ne ma
القدس الإله الواحد أمين طرح السلام.